دخول إسرائيل على خط الأزمة السورية يسارع عملاؤها لشكرها. عبد الحميد زكريا وعبد المجيد العقادي عبدان إسرائيليان جديدان يعلنان من واشنطن الولاء والطاعة للصهاينة. هذا عقل هاشم وريث بشير الجميل وكبير عملاء إسرائيل في جنوب لبنان يعلن المضي بتحالفه الذيلي مع إسرائيل. نحن هون من 23 سنة عم نتعاون مع جيراننا الإسرائيليين لمصلحة نفسنا بالأول. وهذا حسن رستناوي وريث عقل هاشم المقتول يهلل ويكبر فرحا على شاشات العدو الصهيوني بعيد العدوان على قاسيون. هذه الضربات كانت مفيدة جدا جدا وخاصة في دمشق. لا يكاد يمر يوم دون خبر تنقله صحافة العدو عن لقاءات أو اجتماعات تعقد لتوطيد التحالف بين هؤلاء والعدو الصهيوني، غير أن ما كشفته يديعوت أحرنوت منذ أيام تجاوز حد التفاهمات العامة إلى تحالف عضوي بين العصابات الإرهابية وجيش الاحتلال يأملون أن تنتهي إلى ترجمة سياسية لالتحاقهم النهائي بالعدو. فقد كشفت الصحيفة عن لقاءات عقدت بين عبد الجبار العقيدي وعبد الحميد زكريا مع وزيرة العدل الصهيونية تسيبي ليفني ورجال أعمال صهاينة أبرزهم موتي كهانا في واشنطن خلال مشاركتهم في المؤتمر السنوي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وهو معهد الدراسات الأشد التصاقا باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة. وذكرت الصحيفة شكر العبدين العقيدي وزكريا لإسرائيل على عدوانها منذ أيام آملين استمرار التنسيق معها ضد الدولة السورية وشعبها. كما نقلت الصحيفة عن كاهنا قوله خلال المؤتمر الصحفي وهو يرفع علم الانتداب الفرنسي أنه تبرع من أمواله الخاصة $100,000 لصالح أتباع العبدين، كاشفا أن التبرعات يجري جمعها من خيرين وأصدقاء ومن المعابد اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية. تتدخل إسرائيل مباشرة على خط الأزمة في سوريا لإنقاذ عملائها كما فعلت مع أشباههم في لبنان من قبل، ولا يتردد هؤلاء برد التحية على الطريقة الإسرائيلية. شكرا جزيلا أستاذ حسن. أهلا وسهلا. شالوم شالوم شالوم.